للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد القادر النهيل. اهلا بكم سيد عبد القادر. يا صدر الرافدين اقتتال عنيف بحسب مجلس محافظه البصره لا يمكن ايقافه، الى ماذا ترجع اسباب العنف اللامتناهي في البصره؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، وكل عام وانتم بخير والشعب العراقي بالف خير. عاده الله هذا العيد على الشعب العراقي وقد يرفل بالامن والخلاص من الأحزاب والأطراف السياسية الحاكمة في العراق وتمهيدا لاستقلاله. من المؤكد تماما ما يحدث في البصرة هو استكمال لثورة بدأها الشعب البصري وقمعت بالحديد والنار، وبالتالي هناك منهج لهذه الثورات انطلقت في عموم العراق، مما يؤكد على وحدة الشعب العراقي في المطالب الرئيسية التي يريدها أبناء هذا الشعب. ربما تنطلق في عدة محافظات أخرى، وربما ننتظر صيفا ساخنا، لأن الشعب العراقي وصل لمرحلة اليأس الحقيقي من أطراف العملية السياسية، وأن بقائهم هو انتشار أكثر لسرطان الدمار الذي يجري على العراق في جميع المستويات. لذلك عملية إحراق مقر حزب الدعوة في البصرة على يد المتظاهرين يؤكد على أن سطوة الميليشيات التي قتلت المتظاهرين سابقا واستخدمت اليوم الحديد والنار كلها حقيقة لم تؤثر في إرادة الشعب البصري الذي يريد حقوقا مستلبة ومنتهكة ومأخوذة منه لصار هذه الأحزاب، ولعلها بدأها بحرق القنصلية الإيرانية واليوم بدأ بحرق مقرات أذناب إيران داخل البصرة. نعم، من جهة النواب أكدوا بأن استقرار البصرة مرهون بنزع سلاح العشائر وميليشيا الأحزاب، لماذا إذا تمتنع الحكومة في بغداد عن اتخاذ هذه الخطوة؟ هل هو عجز أم تواطؤ؟ بالتأكيد هناك تواطؤ، لأنه هذا السلاح حتى يؤخذ بنظر الاعتبار هو سلاح ميليشيات الحشد وليس فقط سلاح العشائر، وما يحدث في البصرة من نزاعات أخرى تمهدت في انهيارات أمنية بين هذه العشائر هو دفع باتجاه إحداث الفوضى باسم العشائر، وهذا السلاح هو سلاح تابع لميليشيات الحشد نشرته برغبة إيرانية داخل هذه العشائر لإحداث انهيارات أمنية من أجل أيضا تعزيز حقيقة عملية لا استقرار للشعب العراقي، وإحداث النزعات العشائرية كلها تصب في إلهاء وإشغال الشعب العراقي عن القضية الرئيسية التي تتمحور في إنهاء السلاح المنتشر والمنفلت في العراق. وبالتالي هذا التواطؤ الحكومي، لأن هذا المال الحكومي هو الذي اشترى هذا السلاح، وبالتالي التواطؤ حقيقة من خلال عدم سحبه ومن خلال أنهم لا يجرؤون أن يذهبوا باتجاه الكلام مع العشائر التي يتواجد فيها مخازن السلاح، لأنه من يمتلك هذا السلاح هم منتمون ومنتسبون إلى ميليشيات الحشد التي حقيقة تسعى إلى انهيارات أمنية واضحة وإلى نزاعات عشائرية بين هذه العشائر، لأن إيران تريد حقيقة بين الإفراغ والقتل والانهيار الأمني يبقى العراق في حالة لا استقرار وفي حالة الفوضى، ولا سيما في مدينة البصرة بهذا الإطار. وإلا حقيقة لو كانت هناك حكومة جادة لسحبت السلاح وبالتالي أعطت للعشائر دورا حقيقيا حقيقة من أجل أن لا يصلوا، لأن هناك مرحلة انفجار حقيقية لدى الشارع البصري حتى لا يصل مرحلة الانسجام العشائري في البصرة الذي سيفضي إلى توحد الجهود ووحدتها من أجل إنتاج تظاهرات ضد هذه الأحزاب وضد التواجد الإيراني داخل البصرة. نعم، عضو مجلس محافظة البصرة أنوار مدلل قالت بأن وراء الانفلات الأمني في البصرة جهات اقتصادية، يعني لماذا برأيك؟ هل هذه الجهات الاقتصادية هي قادرة فعلا على التحكم بما بالعراق؟ هل هناك مافيات تتصارع على المصالح بعيدا عن الدولة؟ من المؤكد في البصرة لا وجود لشيء اسمه الدولة بالمطلق، حتى هذه الحكومة الضعيفة لا تتواجد في البصرة، بدليل أن ميناء البصرة يعني كل الأرصفة الموجودة فيه من الموانئ الاقتصادية كلها تابعة لميليشيات ومقسمة فيما بينها، وبالتالي تهرب النفط، وكل تاجر لا يستطيع إيصال بضاعته سواء أجنبي أو عراقي إلا من خلال التعاون مع الرصيف الذي تمتلكه هذه الميليشيا سواء حزب الله أو العصائب أو السلام أو غيرها فجر، وبالتالي يتم عملية إعطاء الجمرك المالي لهذه الميليشيات وليس للدولة.
لذلك حقيقة التصارع يكون على محورين. المحور الأول هو أن هذه الميليشيات تتصارع، والأحزاب التي تمتلك الميليشيات المسلحة داخل البصرة تتصارع على النفوذ الاقتصادي من أجل استحواذ المال الأكبر، ومن ثم أن هناك حقيقة تحرك هذه الأدوات عملية العنف من أجل حقيقة ابتزازات اقتصادية، لأنه عملية حقيقة دفع باتجاه إنهاء سرايا السلام كما يحدث الآن من خلال العصائر ودفع عناصرها داخل البصرة في الاغتيالات أو تجيش بعض العشائر من أجل دفع مبالغ مالية أخرى لهم من أجل حقيقة أن لا يكون لديهم نفوذ داخل البصرة، وبالتالي المال بدل ما أن يتقسم على اثنين يتقسم على واحد. وكذلك الميليشيات بدر الذي تستحوذ على الشرطة والمحافظة والإدارة لا تريد تلك الميليشيات التواجد من أجل أن يكون هناك المال الاقتصادي لديها فقط، وتكون هي الأكثر استحواذا على المال، وبالتالي من هنا تنطلق المشاريع الاقتصادية الدافعة باتجاه الصراعات الشعبية. السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.